السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما هادوك. المهم البنات، فيديو جديد غبت عليكم صراحه مده دي ما حطيت، ولكن عام مع الخدمه وجري علي نجري علي. واش اللي كاين البنات مع هاد الكوارنتين اللي دايرين لينا؟ المهم ما عليك البنات، اول حاجه الفيديو اليوم فيه اوفيرتاس، يعني رباخه الحوايج ديال البرد ان شاء الله يا ربي، باش ندخلو الحوايج ديال الربيع الى بقينا حيين باذن الرحمن. واول حاجه بغيت نشاركها معكم البنات، اول ريغالو، ماشي اول ريغالو، مش حال ريغالو صراحه، جاني من ليمبريسا ديال اوريفلام بزاف بزاف، ولكن الريغالو اللي عجبني بزاف واللي حمقني بزاف وكنت متشوق عليه ومتحمسه ليه هو هذا البورصو هذا ديال لويس بيتون البنات هذا. وكانوا البنات داروا لنا واحد المسابقه في الكتالوج 16، وكنا غير ربحوا ثلاثه ديريكتورات، وكان الاسم الثاني من الاسم الاول هو ديالي، وخديت الساك كنت انا، وكاينه ابتسام تحيه لها، وكذلك اسيا، يعني اللي ربحنا هذا السيكان، وكنت اول مستلمه للصك حيت كنت انا الاولى في الليسته اللي طلعوا بزاف ديال خفيس دي جروبو في ذاك الكتالوج. كي كتشوفوا البنات علاش انا فرحانه به بزاف بزاف، اولا باش ما نكذبوش على صراحه ما عمري شريت شي حاجه نيت اوريجينال بحال الكوكتيل ديال لويس بيتون، معروفه كي غاليه بزاف، ما عمري شريتها. والصاك راه البالور ديالو ديال 2600 ديال الاورو، ويعني وخدوه بحث ثمن اللي ريغالو تمني هو 1100 الاورو، يعني ونقدر نبدلو بكلشي بكارطه بكلشي، يعني صراحه كونتينت بزاف والله. علاش؟ شركه عندها الجوائز قيمه بزاف بزاف، يعني ماشي شي حاجه ديال التخربيق. كذلك جاني هاد الكاخه، هادي جاتني ريغالو من عندهم، كتجيب بالغطا ديالها هكذا، قالت لي صاحبتي شبعتي عكره، كتجي هكذا بالغطا ديالها، كتجي هاد الكاخه هكذا كي كتشوفوا البنات ديال الديوان حتى هي، يعني شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. وعاد بلا هكاك البنات، ما شاركش معكم المنصب ديالي الجديد في الشركه اللي هو ديريكتورا دوبلي ديامانتي. فرحانه البنات والله ما نكذبش عليكم البنات، وكل مره كنزيد كنعتز بهاد الشركه، وكنعتز انني خدامه فيها. كي كتقدر طرباخا دوريس ديالها، كي كتقدرنا كومو سوسياس كومو ليديريس كومو ديريكتوراس، من اصغر سوسيه لاكبر ديريكتوره مقدرانا وزيده بينا القدام. وشكر خاص للديريكتور خينيرال سبحان، يعني صراحه حتى هو وقف معنا بزاف، وفرحانه راه سباليكم فيا كونتينتا والله العظيم البنات. المهم البنات، ضروري كنت بغيت نقول لكم هادشي عيب باش ندوز نسلك في الخدمه. دابا غادي نبداو المفيد وليا بركه بلا بلا، ولكن ضروري بغيت نشارك معكم، ولفه كنشارك معكم فرحتي، هادشي كنحطه في تيك توك في الاستاد ديالي في الفيسبوك، ولكن صراحه ما عمري حطيته هكذا في اليوتيوب. اوكي البنات، بويس نرجعوا للخدمه ونبداو مع الفيديوز. اولا البنات، كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي بحال الشكل ديال الباطا غزال بحال شكل البينوار، وصراحه اللي عجبني فيه عوجها شويه كبير، عجبني فيه سخون وعاد جاي مودرنو. انتم البنات كيجي كيجي فن في اللبس، انتم عنده هنا هذا ومن هكا شتو كي سخون، والثمن ديالو البنات فقط 28 اورو، والموديل ديال تركيا، هادو موديلات ديال تركيا كي قلت لكم ليكيداسيون باش نخرجو 28 اورو، يعني لا غلا على مسكين صراحه غزال، وعاد راه الطايه ديالو كبيره. اوكي كيما كاين فيه هاد الزيتي عاوتاني، شتيه كان نصورو، شوف شتو تشوفو هنا كي داير سخون، ها كيجي سخون، كيجي هاد الزيتي هكا مع الروسه، كيجي فيه هكا كيحل، يعني شي حاجه واعره واعره البنات، وسخون اللي بغات تدفي راسها. وكاين كذلك البنات على مثال الكحل والروسه، المهم اللي يعجبها غدوز بريفادو وغادي نوريوها. اوكي
شوف شوف واحد القطيطة. هادشي اللي بقى البنات، ها نتوما كي كتشوفوا هادشي اللي بقى. هو الكحل والروسا، شتو تا هو غزال. 28 صراحة ثمنهم جد مناسب مع الماتيريال كي كتشوفو. ها نتوما هو ترك مودا فاشن، يعني تعرفو من ماشي ديال تشينا ولا هادو موديلات ديال تركيا، ما كتحببوش، بالعكس دي بوينا كاليدات. ايسو دابا غادي نشوف شنو اخر الموديلات اللي غادي نوريكم. مثلا البنات هادو، هادو تا هما ما هما كي راكم ديجا دابا نوريهم لكم. هادو تا هما البنات، كان الثمن ديالهم هنا في المحل داير لهم 50 اورو، دابا فقط 38 اورو. هادشي اللي بقى ها هو، هاكي كيجيو يعني خفاف وسخان، كيجي سخان. كاينه طايه 44، طايه 42، طايه 42 اي طايه 44. هذاك اللي لابسه 44. اوكي ها هو الزيت عاوتاني البنات، غادي نشوفو. كاين ها هو، حتى هو فيه طايه 42. الزيت شحال بقى فيه؟ جوج. اوكي هو هكا سي كيجي يعني فوق الركبه، بقات فيه طايه 42 والطايه 44. اوكي وباقي عاوتان هذا البلومارين، البلومارين ها هو. شوفي نشوفو شي حاجه اخرى، ها هو تا هو طايه 44، 38 اورو كي قلت لكم البنات. اوكي اش اخر نشوفو؟ هذاك ديال تلبسي هذا، انا نخرج بس نلبس عاد تشوفيني جبت انا الحاجه، خليني جبد خليني نلبسها. هذا عاوتاني البلومارين البنات زبون، اصلا ما جانيش فيه بزاف، ياه كانوا عايشي ثلاثه منه ولا ما كانوش بزاف، جبت الالوان الساطعه هاد العام. زيري هاد السماطي هادو باش كيعطيه فاش كتزيرو البنات السماطي كيعطي واحد المنظر غزال. ها نتوما شفتو كي كيجي واعر في اللبسه، كيجي فن البنات، وكيجي هابط يعني ما طويل ما قصير. ها هو اوكي ابار ديال هادشي نشوفو هذاك اكرام ديال جين، كان جا كيجيك ما يجيكش؟ لا يجيك يا صغير، هذا ديال جين البنات بقاعة واحد، وراه انا عندي بحالو اللي كنت وريتكم. اوكي البنات ديال جين البنات بقى من نوع هذا، هاهو طايه 42، واخا 42 صغير يعني البنات بحال يقولوا الامي، بحال يقول الامي هذا باش صافي الام، هذا الام البنات. اوكي يلا نشوفوا شي حاجه اخرى، نشوفوا هادو ها ياك، هادو اللي بقاو، هادو بقاو عي، هادو بقاو واحد جوج ثلاثه اربعه، واحد كحل ياك، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد كحل العلم هذا. هادو اللي بقاو ما شاء الله، دوك نجيبه منهم مونطون البنات والله يلا ما بقاوش. اوكي هي نعطي اكرام، غادي تقيس هادو، تقيس القهوي. هادو البنات ما جاهاش حيت 42 صغير، هذا راه صغيره الطايه ديالو كي كتشوفها البنات، هكا كيجي من اللور كيجي بحال هكذا، ولكن جاها صغير يعني هذه لبس مولات الام. اوكي البنات هذا لا الام، شوفوا التوب ديالو هنا بحال قطيفه، وهنا شفتوا سخون. وهذا البنات درت لهم فقط 45 اورو البنات، يعني لا غلى على مسكين. اوكي نشوفوا شي موديل اخر نجيك فيه ولا نشي لون اخر اللي كان الاخر ديتو، هذا الكرونه. اوكي هز على الكرونه نشوف الكرونه شحال، ولا اللي هي على لبسيه عليك حيت فاش كتلبسيهم عليك كيبانو. وبقات 44
وبقى الكحل، مابقاوش المونطوات بزاف. نكملو هذاك الكرونار، البارح ما كملتش التصوير، نو اكرام كانوا جاو الناس وهكا صافي حبسنا. المهم هذا الكرونه بقى طايه امي، يعني الصغر طايه 45 يورو. هذا بقى فيه حتى هو كاين هاد اللون هذا، انا نقول لكم لي طاي اللي بقاو فيه. هذه 42، قولوا الام ال 42 صغيره في حيك هاد الموديل هذا بالضبط صغير. سمع سمع، الو الو، عرفتيني كتقولي عرفتيني من معرض. كاين فيه عطايه اخرى 44. اوكي البنات، هنا لحد الساعه هادو اللي بقاو. هذا ديال الكوير حتى هو، نقول لكم شنو اللي بقى فيه. بقاو فيه جوج البنات حتى هو نوري. بقاو هادو بقاو منهم جوج. هذا قولوا الامي الامي اللي ها انتما شفتوه، حتى هو 45 اورو دابا البنات، بوينا بريزيو. صراحه انا البنات ما باغاش وما بامكاني هذا الشيء نبقى قليل نخزنو نديرو في واحد الكاخا ونخزنو حتى البرد ان شاء الله ونعاود نجبدو لو بقينا حيين، ولكن نو باغا نحيد عليا باش ندخلو الجديد. ما كيعجبنيش ستوك الماسين يعمر عاوتاني. ها انتما هذا كيمشي بالسلسله. هذا البنات كيجي مبطن هكذا، هذا بقى منه واحد 45. وهذا كاين شكل اخر عبر هذا 48، ولكن واخا 48 راه صغير يعني تا هو لبس على ال. ها نتوما هذا كيجي هكذا، هذا الكوير ديالو يعني مختلف على الاخر، حتى هو 45 اورو، راه كيجي طوال. ها نتوما راه تشوف واحد الفيديو في تيك توك انا لابسه، كيجي هذا مبطن من هنا فهمتوا، يعني هادو هما اللي بقاو جوج 45 45 بال البنات. اش اخر عاوتاني البنات، كاين هذا فيه ديال الدان الطايا ام والطايا ال. هذا كي كتشوفوا الدان ديالو ما كيهش الخمله، غادي ندير ليه ونوري لكم. ها هو البنات، ها هو كي قلت لكم الدان ديالو ما كيهش الخمله. هادو كاملهم ديال تركيا البنات، هكا كيجي طويل حتى لتحت. شي حاجه اللي هي واعره البنات، والثمن ديالو كيبقى 43 اورو. ها نتوما كي كتشوفوا كيجي عنده هذا من هنا في الجيب هكذا، وكاين يعني هذا بقى منه ال والام، اوكي ال والام، وهذا الكريس بقى منه على الام. ها هو البنات كيجيو كلاس في، يعني كيجيو هادو كلاس في اللبسه ديالهم، فالي 43 اورو البنات. راه عارفين هادي السلعه ديال تركيا، يعني ما انا ما نقدرش يعني علينا راس مالهم. هادو كيكونوا غاليين وكدير لهم في 55 اورو بالثمن ديالهم، ها هما راه كدير لهم 58 وشويه رديتهم 55. ولكن راكم عارفين بيرو دي بوينا كاليداد، هادو راه بامكاننا كي قلت لكم ديجا نهزهم ونخزنهم، ولكن باش ما نكذبش عليكم البنات، ما كنبغيش انا من النوع اللي ما كنبغيش نبقى نخزن سلعه ولا سلعه تدور عندي العام عليها. عاوتاني البنات كاينين هادو البنات كانوا ب 40 اورو دابا 25 اورو. ها هما شو هذا طايا اللي هو اكسلي، كيجي حتى هو كشمير كتشوفوا، هو يعني شي حاجه اللي مزيانه. كاين فيه هذا طايا دوبل اكس، راه كنت درت لهم 35 اوفرته. هذا دوبل اكس البنات، هو كيجي كاين. انا غادي نوريكم الكحل ديالو عاوتان، ها هو يعني 25 اورو البنات، هو الكحل حتى هو دوبل اكس. بغيت البنات اللي بغات تزيد تسخن عظامها ما حد هاد اليامات ديال البرد كاينين. اوكي وعاوتان البنات كاينه هاد الجاكيطه هادي، انتما شفتوها كي كتجي غزاله في اللبس، فقط دير لها دابا 20 اورو مبطنه، والثوب ديالها كشمير انتما شفتوها كي كتجي 20 اورو، بقاو منها جوج قطع فقط. ها هي كتجي هنا اليدين كيجيو عندها هنا مجموعين، كتجي واعره في اللبسه البنات صراحه. ها هي
شوفوا بغيتو نلبس لكم لبسه. ها هي البنات هكا كتجي في اللبس ديالها. يعني كتجي زوينه زوينه بزاف. شد زكاي 20 اورو لا غلا لا مسكين. بقاو فقط جوج قطعتين جوج قطعتين قطعتين. عاوتاني البنات كاين هذا بقى منه فقط قطعه. هذا البنات امي طاي امي تجي بحال هكذا بحال هذا. هذا حتى هو البنات هذا كيبقى البنات الثمن ديالو دابا اللي دايره ليه انا هو 20 اورو اونفيرتا. صافي بقات بياسه وحده طاي امي يخرج كيجي بالقب حزين. هذا كيقول لكم وكاين هذا عاوتاني البنات هذا ديال تركي كيجي واعر في اللبس ديالو. هادو هذا طاي 44 يعني قولوا ال هذا كيجي هكا عنده هذا دابا كيجي بلا قب هكا كيجي من اللور. التوب ديالو هكذا ديال هذا الوقت هذا صراحه ديال الربيع البنات كيجي هكذا. هذا كيبقى الثمن ديالو البنات 30 اورو اخر قطعه. يعني هذه البياسه اللي بقات عندي ودو كاع كي قلت لكم راه بريسيوس ريباخادوس انت البنات حتى هو كيجي كي قلت لكم واعر في اللبس. هادو البنات هادو عاوتاني حتى هما فين بغات تمشي. هادو هذا كيجي هكذا كيجي غليظ كيجي بهاد فهاد السميطه ديالو. هنا قولوا هادي طايه 44 قولوا الطايه اللي هاد الباج بقاو منه جوج والكحل بقى منه واحد. هنا بقات هاد الطايه 42 والبنات راه ماشي كيبان لكم غليظ حسبكم ثقيل نهائيا. هذا هو لافونتاج ديال التركي انه كيبان هو من فوق سخون ولكن خفيف يعني ما غيتقل لكم شاد على الكتاف. هذا مره لابساه ما غيتثقلش كيجي زوين اكثريه اللي رقيقه وهكا. هذا عاوتاني البنات يبقى الثمن ديالو 43 اورو صافي باش يخرجوا 43. كاين هذاك وهذا انا نقول لكم الطاير كلشي كنقول هنا يعني 42 42 امي امي ولا الي. هادو هذا قولوا امي ولا حتى الي تلبس صراحه راه عريض شويه حتى الي يتلبس. اوكي البنات يعني هنا احنا سالينا بقى هذا والزيتي هذا عاوتاني البنات حتى هو غادي نحاول نوريه لكم. هادو حتى هما خفاف البنات مره كيجيو خفاف وكيجيو زوينين في اللبس وراه لبستهم وحطيت الفيديو ديالهم. هادي طايه 52 يعني طايه كبيره وهانتم ها خفيف شتوه خفيف وسخون ما كاينش البرد ما تحسيش به منين يجي. وكيبقى الثمن ديالو البنات 35 اورو ها هو الحزام وبقى واحد بالزيت. هادو البنات هذا الزيتي طايه 46 هانت شتوه هادو هاك حتى هو كيجي خفيف وكيجي زوين راه كيتلبسوا دابا ولكن هذا طويل حتى لتحت البنات كيجي زوين في اللبس. وصافي البنات باش ما نطولش عليكم جاني الفيديو ديال اليوم طويل تقريبا ساليت معكم المنطوات. مازال هادو البنات حتى هما هادوك 35 داك الزيتي هذا مازال هذا البنات حتى هو كشمير كيجي غزال عنده هنا هاد البارتيه ديال الكوير كيجي مبطن وكيجي سخون وكيجي موديرنو ها هو. بقاو منه فقط جوج البنات بقات الطايه 44 و الطايه 42 الثمن حتى هو ديالو البنات 40 اورو ها هما صافي. هذا عاوتاني البنات حتى هو دان الثمن ديالو 38 اورو البنات كيجي هكاك وكيجي بالحزام قمن واحد وجوج قويين كان 45 اورو البنات صافي. ايوا هذا هو الفيديو ديال اليوم ديال المنطوات ومن بعد ان شاء الله راه غادي نديرو تتشيد الخراسه وهكا صافي البنات يلا سهلا.